ملعب 5 جويلية سهرة الأحد يجمع بين حامل لقب كأس الاتحاد الأفريقي واتحاد الجزائر والهلال الليبي. كتيبة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو تسعى إلى تحقيق فوز تعوض به النتائج السلبية محليا، بينما يتطلع الهلال الليبي للعودة إلى معقله بنتيجة إيجابية. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا حسين بوصالح من الجزائر. الجزائر رحلة الدفاع عن لقبه القاري الوحيد بملعب 5 جويلية عندما يستضيف نادي الهلال الليبي، ويعول المدرب الجديد لأبناء سوستارا الإسباني كارلوس غاريدو على بداية موفقة تنسي الأنصار خيبة النتائج المحققة على الصعيد المحلي. كما سيستفيد الطاقم الفني للاتحاد من عودة لاعبيه الدوليين المشاركين مؤخرا في مباريات تصفيات كأس العالم، وهما الحارس أسامة بن بوت والبوتسواني تومي سانغ. هذه أول مباراة لنا في دور المجموعات، سنواجه منافسا محترما يملك قدرات جيدة، لهذا وجب الاستعداد بالشكل الأنسب، خصوصا أن الفوز مهم لنا لتحفيز اللاعبين معنويا. باش نخلو 3 نقاط تاعنا هنايا وين راح يعاونونا باش نكاليفيو من لي جروب. إن شاء الله نكون غدوة أكثر منهم في العزيمة ونحقق 3 نقاط. نادي الهلال الليبي والذي حل بالجزائر قبل 2 يوم من اللقاء يدرك أن المأمورية لن تكون سهلة أمام ناد متوج بكأس الكونفدرالية والسوبر الإفريقية، إلى أن المدرب المصري محمد عودة رفع من درجة التحضير بعد دخول رفقاء القائد فيصل البدري في معسكر تحضيري بالقاهرة لمدة 13 يوما خاض خلاله عددا من المباريات الودية. وإن شاء الله بإذن الله جايين النهاردة، طبعا عندنا نجم الفرقة فيصل البدري هو المصاب، في عامر التورغي والتلبة هم الثلاثة المصابين. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله نعمل أقصى ما عندنا، هنشتغل على قد ما نقدر، وإن شاء الله بإذن الله بنوعد جمهور الهلال الليبي وجمهور ليبيا كلهم نحن نعمل أقصى ما عندنا، وإن شاء الله نطلع بحاجة إيجابية إن شاء الله. خاصة هو بطل اخر نسخه من الكونفدراليه وبطل السوبر الافريقي، فنحن ان شاء الله نكون حضرنا بالطريقه اللي لازمه لمواجهه اتحاد العاصمه سواء على الصعيد النفسي او الصعيد الفني. جماهير اتحاد الجزائر والتي عبرت عن عدم رضاها للنتائج السلبية التي يحققها فريقها على الصعيد المحلي لن ترضى بخسارة أخرى في دور المجموعات التي ستكون مهمة صعبة أمام نادي الهلال الليبي الذي سيوظف جميع أوراقه للعودة بالزاد الكامل لدياره. حسين مصالح، بي إي سبورتس، من ملعب 5 جويلية، الجزائر.